قوات مصرية برية تدخل اليمن، هذا لن يحدث. بالمناسبة برضو ملف اليمن ملف كبير وملف معقد، والحقيقة يعني أنا أول مرة أشوف في حياتي حرب تقعد كل الشهور دي. أنت بتحارب 30,000 أو 40,000 حوثي في 4 5 شهور مش عارف تخلص عليهم؟ ده لو الحرب على الحوثيين، ده لو الحرب كده أصلا. إنما الأمريكان بيقولوا، دراسات يعني دراسات أمريكية وأوروبية بتقول إن اليمن فيها أكبر مخزون نفطي قادم. فدي بقى الحرب على اليمن. طب مش موضوع اليمن، خلينا في سوريا. إحقاقا للحق، ولو كنت لو كان في ناس بتخشى حاكم أو بتخشى أمير أو ملك أو صاحب سلطة أو نفوذ، أنا في اللحظة دي لن أخشى إلا الله سبحانه وتعالى بس. وهقول العرب يقتلون في سوريا بأموال عربية، العرب المسلمين والمسيحيين يقتلون في سوريا ويحجرون بأموال خليجية مش قطرية، مش قطرية بس يعني. العرب العرب المسلمون والمسيحيون ويقتلون ويحجرون من سوريا بأموال خليجية. عار عار على كل دولة خليجية لمجرد ان عايز تخلص من بشار تقتل كل اللي اتقتل في سوريا وتهجر 4 مليون لاجئ يموتوا في البحر، والدولة دي تفتح بابها او دي ترميهم في البحر او دي تقفل بابها. عار، ومش من الاسلام يا دول الاسلام، مش من الاسلام. خلاص بقى ما عادش في مجال للمواربة ولا لتزيين الكلام، الصورة واضحة، واللي مش عايز يشوفها براحته، واللي عايز يتهمني بالخيانة يتهمني. انا بقول اللي يخلص ضميري امام الله. ليس الغرب فقط متورط في سوريا، اموال خليجية وتخطيط خليجي متورط ايضا في سوريا، دي الحقيقة. انتم لا تعوا خطورة ده عليكم وخطورة ده على مصر. يعني ايه تجند لي شوية مرتزقة بفلوس عشان يحاربوا بشار؟ طب اديك 4 سنين بتحارب بستقب بشار الاسد، مشي بشار الاسد. اللي اتهجر هو الشعب المسكين، واللي اتقتل هو الشعب المسكين. انا ماليش علاقه بشار، انا مش سوريه عشان انتقد بشار او ما انتقدوش، ماليش علاقه ببشار الاسد، يكون زي ما يكون، شعبه حر معاه. وبالمناسبه اللي هاجروا من سوريا ما هاجروش بسبب بشار، ده كلامهم مش كلامي. اللي هاجروا هاجروا بسبب المجموعات والميليشيات الارهابيه، داعش والنصره والجيش الحر، في دلوقتي كتائب الفتح والكتيبه 112، حاجات كده يعني.